الاستديو ديما الشمله سير الوجدي عامل حميده يحيى غشي وجدا يا خويا عكاشة ام بيطير اللي حاضر معانا يا حميد لو كان ماشي بشرب نفاجي والله يا حميد نحر الفلاجي لو كان ماشي بشرب نفاجي لو كان راني حرق الفلاجي يا سيدي هذا اللي نكاشي وراني فاتت فوكي ونحاجي حبي.
كل ما شي بشينا بالفجين وكان راني حريق في لاجين يا سيدي هنظر لك شي وراني فاتفكي ونحاجين.